يا مختار. ألم يخبركم الحاج فهد كيف جاءه في الحلم ينذره بالمصائب العظام؟ يا ويلي إن تحقق المنام. إيه والله يا مختار، ولابس أبيض بأبيض. نعم نعم يا مختار، كثرة الضفادع والفيران ببستاني، وهلأ عرفت شو السبب. وأنا يا مختار بقرتي ما عاد حلبت مثل الأول، نشف حليبة والأكلة. هذه ليست سوى إنذارات، إنذارات أولى أرسلها لنا أبو مرتاح من قبره. ولكن الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أزال عنا الخطر ودلنا إلى طريق الظفر، وانتقل الطريق المنحوس باتجاه قرية الجربانية بعيدا. شكرا لكم. عاش البختان لهذا الانتقام. عاش 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 البختان لأنه حرف الطريق. عاش أستاذ ناصر، أستاذ ناصر. شو في يا أبو محمود؟ تعال شوف شو طلع معي أستاذ. هات لشوف. غريب، هي شاهدة قبر. المرحوم أبو مرتاح. ليش قبر أبو مرتاح؟ مو بضيعة عش الدبور؟ ولك يا عيني عليك، ولك يا عيني عليك. أنا كنت متأكد إنه أبو مرتاح مدفون هون بضيعتنا، مو بضيعة عش الدبور. ويا ما سمعت هالكلام من أبو جدي الله يرحمهم. بس للأسف يا جماعة ما كان بإيدنا أي دليل، بس هلأ والحمد لله الحمد لله بانت الحقيقة مثل عين الشمس. عثمان. نعم مختار. الله يوفقك يا أبني، جهز البيكاب بسرعة. حاضر.